وأيضا مشاهدينا في ذات السياق حصلت مجموعة من المشروعات على منح بحثية في إطار الدورة الأولى لدعوة الاستجابة السريعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتي أطلقها الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي عضو مؤسسة قطر. ومن ضمن هذه المشروعات منصة تفاعلية لدعم تعلم الأطفال ذوي التوحد. فللمزيد حول هذه المنصة التي توفر نظاما تعليميا شاملا للتعلم عن بعد، يسرنا أن نستضيف الدكتورة دينا أحمد الثاني، الأستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر والحائزة على منحة دعوة الاستجابة السريعة. حياك الله دكتورة، صباح الخير. صباح النور، الله يحييك. يا هلا ومرحبا حياتك، كيف أصبحتي معنا اليوم؟ الحمد لله، الله يسلمك، شكرا. إن شاء الله اليوم صباحك سعيد. إذا بداية دكتورة، أعطينا فكرة عن مشروعكم لأطفال التوحد. نعم، هو المشروع بناء على بحوث عديدة نقوم بها في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة في المدة الخمس سنوات أو الأربع سنوات اللي طافت. المشروع بحد ذاته هو يعنى بتطوير منصة تعليمية تفاعلية شاملة لدعم تعلم الأطفال ذوي التوحد، في خاصة في هذه الظروف الحالية عندما أصبح التعلم عن بعد شيئا إجباريا وليس اختياريا. فهو هاي المشروع اللي قدمنا عليه كفكرة للمنحة، والحمد لله حصلنا على المنحة، والحين نعمل على تطوير المشروع. نعم، إذن من كلامك إذن هناك مجموعة أهداف لتحقيق المشروع، فما هي أهدافكم؟ خاصة هو الهدف الرئيسي بالتأكيد تعليم الأطفال عن بعد، وخاصة في ظل هذه الظروف، لكن هناك الأهداف الأخرى ممكن إذا ممكن توضحينها لنا. طبعا المشروع يعنى مثل ما قلتي بتعليم أطفال ذوي التوحد، وأطفال ذوي التوحد يعانون من بعض التحديات التي تكمن في التحديات السلوكية أو التواصلية أو اضطراب نقص الانتباه. من خلال هذه المنصة نقوم بتطوير تقنيات حديثة، منها تقنية الواقع المعزز وهو ما يسمى بالأوغمنتد رياليتي، والواقع الافتراضي وما يسمى بالفيرتشوال رياليتي، لجذب أطفال التوحد من حيث الانتباه. فعندما نستطيع أن نجذب انتباههم فنحن نستطيع أن نقدم لهم المادة التعليمية بالطريقة التي تناسبهم. نعم، وتطوير مهاراتهم. طيب يعني اختياركم لفئة الأطفال ذوي التوحد أكيد في شيء أو هناك سبب خلاكم تتجهون لهذا الاختيار، فلماذا اخترتم العمل مع فئة الأطفال ذوي التوحد بالذات؟ إحنا في مجموعتنا البحثية في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، مثل ما قلت لك، في خلال السنوات الأربعة الماضية دائما نعمل على تطوير التكنولوجيا المساعدة لذوي الإعاقة بشكل عام، ونحن نعمل مع شركائنا اللي حضرتك تفضلتي وسميتيهم في بداية البرنامج. نعم. مثل مؤسسة مدى ومركز الشفلح وغيرها من المؤسسات التعليمية والتي تعنى بذوي الإعاقة، وهذا بالطبع من منطلق إيمان دولتنا قطر بأهمية استثمار التكنولوجيا المعلومات والبحوث لتطوير القدرات الكامنة لأشخاص ذوي الإعاقة، وبهدف دعمهم في المجتمع ودعمهم في تحقيق استقلاليتهم من خلال التعليم. لماذا التوحد بالذات؟ الأطفال ذوي التوحد يعانون من اضطرابات مختلفة، وكل طفل مختلف عن الآخر، فإحنا لو ساعدناهم من خلال تطوير التكنولوجيا المناسبة، ومثل ما تعرفون التكنولوجيا هالأيام تطورت بشكل كبير، في تكنولوجيا الأشياء أو يسمى الـIoT والواقع المعزز اللي ما نستخدمه، فلو إحنا حاولنا أن نستخدم هذه التكنولوجيا المطورة لدعم عملية التعليم أو العملية أو عملية التأهيل، فهذا سيساعد الدولة بشكل عام والعالم ككل. نعم، لكن هل واجهتوا بعض التحديات في تطوير هذه العملية التعليمية خاصة لأطفال ذوي التوحد؟ بالتأكيد هناك تحديات، فما هي هذه التحديات إن وجدت؟ إحنا من حيث شراكاتنا مع المؤسسات في قطر، مثل ما قلت لك، نعمل بطريقة متواصلة مع مركز مدى ومع مركز الشفلح،
نعمل على دراسة حالات الأطفال ذوي التوحد واضطراب التوحد بشكل خاص. الحالات تكون فردية، يعني ما يظهره الطفل قد لا يظهره طفل آخر. طفل آخر صحيح. فنحن ما نعمل عليه هو دراسة الحالات الفردية. وفي الأربع سنوات الماضية عملنا مع كثير من الأطفال وأولياء أمورهم لتحديد التحديات التعليمية لكي نقوم بدراستها وتطوير حلول مناسبة لها. إذن دراسة كل حالة مختلفة راح تقدم أيضا حل مختلف، ما هي الحلول التي قدمت خلال هذا المشروع؟ مثل ما قلت لك نعمل إحنا تقريبا من 4 سنوات واستخدمنا حلول عدة، ولقينا أن الواقع المغزز والواقع الافتراضي يجذب أطفال التوحد في التعلم. جميل. فمن هنا بدأنا نستثمر فيه أكثر وقدمنا على منحة الاستجابة السريعة. نعم. من صندوق قطر لرعاية البحث العلمي، وكما حصلنا على منح سابقة أخرى من مثلا مركز حمد بن خليفة، جامعة حمد بن خليفة للابتكار، وأيضا من مركز مدى ومركز الشفلاح. يعني هذا يخلينا نتجه أيضا لسؤال، ما الذي يميز فريقكم وسبب حصولكم على المنحة؟ السبب أن إحنا رأينا هذه المشكلة لما بدت جائحة كورونا. نعم. فلما بدت الجائحة التعليم أصبح عن بعد، ورأينا أنه لا توجد أدوات حتى عالميا ولا آليات لدعم التعلم عن بعد لأطفال ذوي الإعاقة بشكل عام وليس فقط التوحد، فهذا يشكل تحديا كبيرا لأولياء الأمور. صحيح. في هذه الفترة، فبالتالي رأينا أن هذه فرصة لنا لنقدم التقنيات التي قمنا بالعمل عليها في مدة 4 سنوات الماضية، والتقدم من حيث تطوير هذه التقنيات لحل تحديات راهنة الآن. نعم صحيح. طيب هذه التحديات بالتأكيد خذت منكم خطوات مرتبة وخطوات فيها آلية لتطبيقها، فما هي المراحل التي اتخذتوها في هذه الخطوات أو آلية تطبيق هذه الخطوات؟ إحنا بالعادة أي مشروع تكون تقريبا 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تبدأ بتطوير الفكرة. نعم. المرحلة الثانية هي عرض الفكرة على الخبراء في المجال. إحنا كخبراء في مجال البحوث التكنولوجية ولكن ليس خبراء في التربية الخاصة مثلا، فنحن نعرض هذه التقنيات للخبراء في التربية الخاصة بالتكنولوجيا المساعدة. نعم. لذلك نحن نعمل مع شركائنا بشكل تقريبا يومي مثل مركز مدى ومركز الشفلاح. فبعد عرض هذه التقنية أو الفكرة على الخبراء نأخذ ملاحظاتهم ونحسن منها، وتصبح المرحلة الثالثة هي تطبيق التقنية مع الفئة المستهدفة. نعم. وخلال هذه التطبيقات هل أيضا عملتوا على مشاريع أخرى ولا مشاريعكم فقط مختصة في هذا النطاق للفترة الحالية؟ نعم، عملنا على مشاريع ذات صلة كثيرة صراحة. نعم. تقريبا قبل سنة حاز أيضا مشروع لدينا على منحة من مركز حمد بن خليفة للابتكار لدينا. نعم. في الجامعة والمشروع كان عبارة عن تطوير برنامج لتعلم المفردات باستخدام الواقع المعزز لأطفال التوحد. نعم. والمشروع أيضا الآن في طور التطوير، وهناك أيضا مشروع آخر لقياس انتباه أطفال التوحد خلال العملية التعليمية من خلال مراقبة تعابير الوجه وحركة العين باستخدام آليات الذكاء الاصطناعي. نعم. شاركنا بهذا المشروع بعدة منشورات بحثية في مجلات علمية مرموقة عالميا، كما حاز الحمد لله على براءة اختراع في الولايات المتحدة من قرابة 5 أشهر. يعني نبارك لكم أكيد هذه الجهود، الله يعطيكم العافية، ومن تقدم إلى آخر بإذن الله. لكن خليني أعود معك لأولياء الأمور، تطرقتي كذا مرة لأولياء الأمور، ما هو دور أولياء الأمور في مساندتكم في هذه المشاريع؟ والله سؤال مهم الصراحة. يعني دائما دور
وولي الأمر خصوصا لأطفال التوحد يكون دور محوري. نعم. حتى لما احنا نجري بعض تجارب الاستخدام مع أطفال التوحد وجود ولي الأمر جدا مهم، والصراحة نلقى كثير من التعاون من أولياء الأمور لأنهم هم أيضا يبحثون لحلول لأبنائهم، وبالتالي يكون هناك هذه الحلول تعمل على راحة أولياء الأمور والأمور وأيضا على راحة ذوي التوحد. نعم. كلمة أخيرة ودك تقولينها أو توجهينها؟ والله احنا نشكركم على الاستضافة وعلى يعني تسليط الضوء على أعمالنا في قطاع البحوث، وإن شاء الله احنا مستمرين في التعامل مع المستخدمين ومع الجهات، فشكرا على الاستضافة. يعطيك العافية دكتورة دينا، وشكرا لك على تواصلك معنا، وبالتأكيد احنا في قناة الريان دائما نواكب هذه التطورات ونتابعكم، وبالتأكيد حريصين على ان احنا فعلا نكون ايضا داعمين لكم. شكرا لك على تواصلك معنا وحياك الله. اذا مشاهدينا فاصل قصير ومن بعد نتابع